مساء الخير من جديد. رحلت السلطات الأردنية في وقت سابق عددا من اللاجئين السوريين إلى مخيم الركبان الذي يعيش قاطنوه أوضاعا معيشية صعبة. وانتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الترحيل مطالبة السلطات الأردنية بإعادة من تم ترحيلهم. مزيد عن أوضاع مخيم الركبان ووضع المرحلين نتحدث عنه بعد هذا التقرير. أنا المريضة فايد أحمد شريف من عيد الأضحى وأنا مرضانة معاني من مرضي، دخلت على النقطة مرتين وما دخلوني. أكملت كلماتها وأوصلت رسالتها قبل أن يرحمها الموت من جحيم مخيم الركبان. فايزة التي عانت كثيراً من تكرار طلب محاولة الدخول إلى أحد المستشفيات الأردنية تموت وهي تحمل في قلبها 1000 غصة من جراء الحال الذي يعيشونه في المخيم المنسي. لم يعرف السوريون الشتات بقدر ما عرفه أهالي مخيم الركبان الواقع في المثلث الفاصل بين سوريا والعراق والأردن، لتحكمهم معادلة الجغرافيا والحدود السياسية عليهم وتمنع عنهم كل وسائل الحياة، وليتحول المخيم إلى مثلث برمودا. فقصص الحزن والتهميش التي يتعرضون لها تجعل من المنظمات والدول عاجزة أمام تحمل مسؤولياتهم تجاه قاطني المخيم. يا ريت بدي اقول لك مخيم، واسمه مخيم الركبان، مخيم المنسيين، يعني منسي من كافه الدول العربيه والاسلاميه والهيئات والمنظمات، يعني مخيم ما دخلوا مساعدات من تقريبا 7-8 اشهر. رغم ظروف المخيم القاسيه على قاطنيها، لم تتوانى السلطات الاردنيه عن نقل عدد من اللاجئين السوريين المقيمين داخل اراضيها دون اخطارهم او معرفه اسباب نقلهم الى هناك، الامر الذي اعتبرته منظمه العفو الدوليه انتهاكا لحقوق اللاجئين في مستوى معيشي غير لائق بهم، على اعتبار ان ظروف المخيم مزريه جدا بحسب وصف المنظمه. اليوم طلبت من الجامع، والله طلبت من الجامع حكي افتخي الرحيل، صار لي 500 ليرة، عندي 14 نفس، أولادي ماتوا من الجوع. المنظمة حثت السلطات الأردنية لوضع حد لعمليات النقل القسري وبشكل عاجل، وضمان عودة جميع من نقلتهم إلى المخيم بالعودة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة عبر أراضيها، وضمان حصول سكان المخيم على السلع والخدمات الأساسية لمساعدتهم بالاستمرار في حياتهم، دون رد من قبل الأردن على هذه المطالب. عندي 14 نفس، أولادي ماتوا من الجوع. صار لنا بضع 5-6 أيام ما عنا فتت الخبز. لا شيء سوى صدى مناجاتهم في هذه الصحراء المغبرة، وخلف الساتر الترابي تعلو أصوات المنسيين في مخيم الركبان دون مجيب أو مغيث لهم. بدي رحب بمشاهدينا اللي انضموا لنا هلا عبر البث المباشر على منصات تلفزيون سوريا، واذا حابين تشاركونا برايكم حول موضوع مطالبه منظمه العفو الدوليه بوقف ترحيل لاجئين سوريين من الاردن الى مخيم الركبان، برايكم هل يستجيب الاردن لمطالب وقف الترحيل؟ للحديث اكثر عن هذا الموضوع، موضوع مخيم الركبان وايضا التهجير اللي تعرض له بعض اللاجئين في الاردن، معنا السيد حموده بكاوي الصحافي المهتم بشؤون اللاجئين من الأردن عبر الأقمار الصناعية، ومعنا أيضا الصحافي محمد حسن العايد عبر الهاتف من إسطنبول. مرحبا بكما. أستاذ حمودة، أولا ما تفاصيل الترحيل الذي حصل ولماذا حصل؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. عمليا التفاصيل حتى اللحظة ما تزال غير واضحة تماما حول عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم وحول حيثيات عملية الترحيل التي تمت. بكل تأكيد ترحيل اللاجئين السوريين أمر مرفوض، ونعم نقف مع مطالب منظمة العفو الدولية بإيقاف عمليات الترحيل، لكن هناك سبب قد يكون لدى السلطات الأردنية أسباب معينة خاصة اشتملت على ترحيل هؤلاء اللاجئين إلى مخيم الركبان، لكن حتى اللحظة لا تزال التفاصيل غير دقيقة حول المسألة وحول عدد من تم ترحيلهم وحول لماذا تم ترحيلهم.
طب أستاذ حمودة، يعني لو تضعنا بصورة أوضاع اللاجئين بشكل عام سواء داخل المخيمات أو حتى داخل الأراضي الأردنية. نعم، بداية وضع اللاجئين في الأردن داخل المخيمات وخارجها نوعا ما بعد جائحة كورونا تأثر بشكل كبير، تحديدا منهم خارج المخيمات والذين تفوق نسبتهم عن 80% من مجمل عدد اللاجئين في الأردن يقطنون خارج المخيمات، وبالتالي التأثير الأكبر سيكون على اللاجئين خارج المخيمات لأنهم من بداخل المخيمات لم يتأثروا بشكل ما أو بآخر، إلا فقط من يعمل داخل بعض المنظمات في المخيمات، تم التوقف عن بعض الأنشطة وتم التوقف عن بعض الأعمال، وبالتالي فقد هؤلاء اللاجئين السوريين داخل المخيمات مصدر دخلهم. ولكن نتحدث بشكل أدق، الوضع يحتاج تدخل فوري وعاجل من المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين في على الأراضي الأردنية وأيضا في دول المهجر سواء في لبنان أو في العراق أو في دول أخرى. بعد جائحة كورونا الوضع الاقتصادي تدهور حتى للمواطنين الأردنيين ولعدد من المواطنين الدول الأخرى، فما بالك في الفئة الأكثر ضعفا والتي تعد حسب التصنيف الأمم المتحدة تعد من المجتمعات الأكثر هشاشة والتي تعتمد بشكل أساسي على المساعدات، ومنهم اللاجئين السوريين. فلنكن يعني منطقيين، وضع اللاجئين السوريين في الأردن تحديدا يزداد سوءا يوما بعد يوم. نتحدث عن الوضع الاقتصادي بشكل أدق، لا نتحدث عن أي وضع آخر. وضع اللاجئين أمنيا وفيما يخص السلطات الأردنية مستقر في الأردن، وكان أمر مستهدن تقرير منظمة العفو الدولية حول تلك عملية الترحيل، لأن الأردن لم يجري عملية ترحيل منذ حوالي 4 سنوات. لكن هناك يعني عدد من الأشخاص كما ذكرنا ذكرته بيان المنظمة. طيب أستاذ حسن العايد، يعني بيان منظمة العفو الدولية ذكر بأنه الإعادة القسرية، لأنه هنا أرجعوهم فعليا لداخل يعني خارج الأراضي الأردنية وإلى مخيم الركبان، هذا أمر محظور بالقانون الدولي. هل لديك تفاصيل أخرى؟ وهل يمكن أن نشهد يعني تحرك حقوقي وقانوني من أجل إعادته، لأنه قد يكون هناك خطر عليهم أيضا؟ يعطيكم العافية جميعا. بالبداية بحب أوضح بس فكرة أنه بالنسبة للسوريين المتواجدين بالأردن فعلا هناك أعداد كبيرة. الأردن كشعب الأردني يعني يقوم بواجبه أمام هؤلاء اللاجئين بشكل لا بأس فيه، وهو بلد اقتصاديا يمر يعني خلينا نقول بأزمة معينة بالأخص في ظل جائحة كورونا، لكن هذا لا يعفي الأردن من أنه اليوم بشكل رسمي ارتكب انتهاك صارخ بحقوق الإنسان لما قذف هؤلاء المواطنين السوريين وكبار السن، واللي معظمهم أيضا يعني رجل وامرأة كبار سن، وأيضا الأطفال كانوا بعمر 3 سنوات 4 سنوات بما يقارب 16 فرد. هذول بشكل كامل تم أخذهم من المخيم في الأردن ورميهم إلى الجانب السوري في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية مع الأردن قرب المثلث مع العراق. أيضا هاي المنطقة في البادية المقطوعة اللي فيها أساسا نازحين داخليا مخيم ما عم يجرؤوا يطلعوا على مناطق سيطرة النظام السوري بظروف كثير صعبة ممنوعة عنهم دخول الدواء. طبعا للأسف تواصلنا مع هؤلاء اللاجئين لحتى نعرف إنه ما هي الأسباب اللي صارت هيك، حتى أنتوا ليش تم ترحيلكم. للأسف إنه ما عنده أي اطلاع، عم يحكوا عن موضوع إنه هذا الموضوع فقط يعني إجراء من قبل الجهات الأمنية في تلك المنطقة تم اقتيادهم وتخييرهم بالقذف، إنه أما على مناطق سيطرة النظام في درعا أو هاي النقطة الوحيدة اللي باقية للمعارضة السورية واللي فيها أمان. يعني تخيل إنه أوكي جوع وكل شيء، بس إحنا بنروح على مخيم الركبان لأنه فيها أمان قياسا بقية مناطق النظام اللي منتشرة فيها ميليشيات إيران والقوات الاحتلال الروسي كذلك. بالنسبة للاجئين، اللاجئين هو أي شخص يخرج من بلده فرارا من أجل عقيدة دينية، من أجل رئيسية، من أجل مطالب محققة، وهو يخشى على نفسه من القتل أو من السلطات المحلية أو من أفراد مخيمات موجودة به. اليوم اللاجئين السوريين نعرف من عام 2011 طلعت الثورة السورية وطلعوا كلياتهم مطالبين بالحرية وواجههم النظام بالقتل والضرب والكيماوي، فهنا ما راحوا إلى الأردن بصفتهم سياح، راحوا بصفتهم نعم لاجئين وتقدم لهم الخدمات بشكل لا بأس، لكن هن أيضا بالمخيمات موجودين وهن أيضا عم يقوموا اقتصاديا بالصرف من أنفسهم. يعني الأمم المتحدة حتى نفسها هي كانت واجبها
نعرف انه العبء كثير كبير على الاردن، لكن لم يكن العشم انه يتم ترحيل هؤلاء اللاجئين بهذه الطريقه اللا انسانيه. اليوم في مواثيق عام 1951 عصبة الأمم المتحدة أقرت ب 139 دولة على غرار بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية من أجل حماية اللاجئين داخليا ضمن أوروبا ومن ضمنها تم الاعتماد طيب. موضوع اللاجئين بشكل عام. يعني هي أولوية بالتأكيد، ويعني مثل ما قلنا القانون الدولي ينص على حماية اللاجئين. طيب أستاذ حمودة، ربما البعض يعني يخاف حاليا من الموجودين في الأردن اللاجئين، يقول هل هناك تغير ربما نشهده في سياسة يعني التعاطي مع اللاجئين؟ هل يمكن أن يكون ذلك أم هذا حدث منفصل؟ لا أعتقد ذلك، وأكاد أجزم أن ليس هناك أي تغيير على السياسة الأردنية تجاه اللاجئين السوريين، ونشهد ذلك يوميا. عندما تحدثت لك سابقا قلت لك بأن وضع اللاجئين أمنيا وسياسيا حتى مستقر داخل الأردن، وليس هناك أي تغيير في السياسة الأردنية تجاههم، وعلى العكس ما تزال الحكومة الأردنية مستمرة بواجبها تجاه اللاجئين السوريين، وفي كل حتى في الخطط الاقتصادية التي يتم وضعها وخطط الاستجابة لجائحة كورونا يتم الحديث دوما عن اللاجئين السوريين كمكون أساسي من المجتمع الأردني. أعتقد أن الحدث الأخير هو حدث منفصل تماما وله دواعي أمنية، وهو ما يعني دائما السلطات الأردنية تتحدث عنه في حوادث مشابهة بأن هناك دواعي أمنية لترحيل بعض هؤلاء الأشخاص. قلت لك كحقوقيين نعم نرفض هذا الأمر، لكن من حق السلطات الأردنية أن تقوم بأي إجراء تراه مناسبا، ومن حق الحقوقيين أن يعترضوا على هذا الإجراء. لكن بشكل عام لا أعتقد أن هناك أي تغيير على السياسة الأردنية تجاه اللاجئين السوريين، وأعتقد أن الأمر كما هو. لكن ما حدث في قضية مخيم الركبان هو حدث منفصل، وأيضا الحكومة الأردنية قد كما تفضل ضيفك الكريم خيرت هؤلاء اللاجئين بالعودة إلى نقطة حدود درع البلد أو إلى لكن يعني الإعادة التصريحية بكل الأحوال هو أمر غير مخيم قانون. الركبان نعم بكل تأكيد هو أمر غير قانوني، لكن في بعض الأحيان يتم التغاضي عن بعض الإجراءات، وذلك لنكن واضحين الأردن لم يوقع بشكل كامل على اتفاقية حماية اللاجئين، ويعتبر حكما هو دولة مضيفة وطرف ثالث في أي عملية لجوء، وبالتالي اللاجئين السوريين في الأردن بحكم القانون الدولي ليسوا لاجئين تماما، ولا يخضعوا ولا يحملوا وثائق لجوء أردنية، يحملوا بطاقة خدمة للجالية السورية في الأردن ولا يحتاجون لإقامات، بينما عندما يتم إعادة ترحيلهم إلى بلد ثالث أو إعادة توطينهم عفوا إلى بلد ثالث يكون الأردن دولة وسيطة في هذا الإطار. الأردن يقوم في كل البنود المنصوص عليها في اتفاقية حماية اللاجئين الدولية، لكنه يتحفظ على بعض الأمور. سأعود إليكم لمناقشة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، ننتقل الآن لمتابعة هذا الإنفوغراف نعم الذي يتحدث عن نشأة مخيم الركبان عام 2015، وهو يعاني من قلة الخدمات فيه بالتزامن مع تفضيل المخاطر الأمنية والذهاب إلى مناطق سيطرة النظام على البقاء فيه. خلونا نشوف هاي التفاصيل. Thank you.
أعود إليك أستاذ محمد، يعني قبل عام 42 ألف نازح كان موجود داخل المخيم، اليوم عدد النازحين الموجودين 6,000، خمسة منهم بتقدير الأمم المتحدة يودون الرجوع إلى مناطق سيطرة النظام بسبب الأوضاع التي موجودة في مخيم ركبان. لماذا الأردن يختار هذا المخيم لإعادة النازحين إليه؟ طبعا أعتقد أنه الجانب الأردني أخطر في اللحظات الأخيرة قبل ترحيل هؤلاء المرحلين قسريا اللاجئين سابقا، أخطرهم أنه راح تم قذفهم إلى الجانب السوري، وهو كمان معتاد كل فترة كان فيه عمليات قذف تتم إلى الجانب السوري، فتم التخيير بين أما مناطق سيطرة نفوذ النظام السوري اللي هي عدود درعا، أو أما نصفهم اتجاه مناطق المعارضة اللي هي النقطة الأخيرة المتبقية نقطة 55 منطقة التنعم. وأعتقد جازما أنه الأهالي هم اختاروا تلك المنطقة، صحيح قاتل معيشة فيها أوكي، لكن فيها جانب أمان بالأخص في حرية الرأي، لأنه بصورة أو بأخرى جميع أو معظم اللاجئين اللي خارج اليوم الأرض السورية هم بصورة أو بأخرى ضد النظام السوري قولا وقالبا. لكن نحن نعلم يعني حتى لو كان الخيار في مناطق المعارضة، يعني هناك العديد من الرجال والنساء وأيضا الأطفال منذ 6 أشهر هم في مراكز إيواء، لم يتم تسوية أوضاعهم للوصول إلى مناطق النظام أو حتى مناطق المعارضة، ولا نعرف يعني كيف سيتعامل النظام مع هؤلاء. أليست هي الأردن مسؤولة عن حماية هؤلاء؟ الأردن طبعا هي مسؤولة بعدة قضايا في أمور قانونية، يعني كما يقول ضيفك من شوي أنه ممكن الأردن هي اللاجئين الموجودين ليس حاصلين على بطاقات لجوء، لكن هنا بحكم ضيوف، لكن بمبدأ القانون الدولي العرفي متمثل بعدم الإعادة القسرية اللاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. اليوم اللاجئين السوريين كلها معرضة لهذه الأمور في الداخل السوري، فضلا أن الأردن أيضا هو عضو في الميثاق العربي لحقوق الإنسان اللي أيضا يمنع هذا الأمر، واللي هو القذف وترحيل اللاجئ اللي طالب لجوء ببلدك بشكل عام. ونحن نعرف اليوم السوريين جميعهم طالبين لجوء بالنهاية، هي بالنسبة كميثاق عربي إقليمي بالمنطقة كدول المنطقة، فما بالك قانون عام 1951 اللي نصت عليه الأمم المتحدة بشكل عام بين 139 دولة. طيب يعني في هذه في ظل هذا الوضع والبيان اللي أصدرته منظمة العفو الدولية، أستاذ حمودة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية، وهل هناك منظمات تتابع هذه القضية؟ نعم، هناك منظمات تعنى بشؤون اللاجئين وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتابع هذا الملف، لكن أود أن أذكر للمشاهدين ولضيفك الكريم أن الأردن حتى الآن هو يخضع ضمن قانون الدفاع، وهذا أمر مختلف تماما عن القانون العادي أو الدستور العادي. الأردن يخضع حتى اللحظة تحت قانون الدفاع، وبالتالي ضمن قانون الدفاع هناك الكثير من الأمور تتغير على أرض الواقع، وهناك الكثير من الاتفاقات تتعطل، وهناك الكثير. لا، أوضحت لك بأن نعم حقوقيا الجميع يرفض مثل هكذا ممارسات، لكن لكل دولة الحق بأن تبدي أسباب أو لا تبدي أسباب. هذه حكومة، لا يمكن للحقوقيين أن يقوموا بأي شيء تجاهها، من واجب الحقوقيين أن يشجب أو أن يستنكر، لكن بشكل أو بآخر لا يمكن. الولايات المتحدة في بعض الأحيان رحلت العديد يعني من اللاجئين، يعني المشكلة دول أوروبية رحلت العديد يعني من هذه اللاجئين. في أسباب طارئة لما بيكون في خطر إرهابي أو ما شابه، لكن هنا لم توضح يعني الحكومة الأردنية الشيء، والأشخاص يعني حسب التواصل مع الأستاذ حسن يعني أشخاص فيهم أطفال وعائلات وليس أشخاص متهمون بشيء بإرهاب أو ما شابه مثلا. نعم، لنكن منطقيين أكثر، ضيفك تحدث عن اختيار العائلات لمخيم الركبان تحديدا. الأردن منذ إنشاء مخيم الركبان رفض رفضا قاطعا إدخال أي شخص من مخيم الركبان على الأراضي الأردنية، ونتذكر على مدة 4 سنوات والمجتمع الدولي يطالب الأردن بفتح الحدود وإدخال اللاجئين، والأردن يرفض لأسباب أمنية، لأنه يعتقد أن هناك الكثير من عائلات تنظيم داعش الإرهابي تعيش في هذا المخيم وهربت من مناطق الحسكة والرقة ودير الزور. أعتقد جازما أن هناك جزء أمني من قضية إعادة هؤلاء، لأن حتى اللحظة الحدود الأردنية مغلقة لعودة اللاجئين، هناك العديد من اللاجئين يودون العودة غير قسريا، يودون العودة طوعية إلى سوريا، لكن حتى اللحظة طيب يعني نتمنى بكل الأحوال أن يعني يكون هناك توضيح بالوضع الحالي ومتابعة من الحكومة الأردنية وإعادة المرحلين في حال كان هناك يعني مشكلة أو خطأ من قبل الأجهزة الأمنية أو ما شابه. شكرا لك السيد حمودة مكاوي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الأردن، وأيضا الأستاذ محمد حسن العايد الصحافي من إسطنبول، كنت معنا
عبر الهاتف. شكرا لكم، كملي معكم فقراتنا ونتابع بعد الفاصل. رغم التهجير، فنانة تشكيلية سورية تتابع طموحها في لندن.